السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان وأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو غادي نوريكم واحد منظر، واحد البليصة. يا سلام، من بعد ما شفت أنا بعض الصور ديالها في كتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، قررت أنني نقف يعني على الحقيقة ديال هذه البلاصة هذه. وفعلا اليوم السبت 21 ماي 2022، قلت لي ما لا، أنني نخرج كنخرج نضرب دويرة فيها خير، نخرج نشوف هذه البلاصة هذه، نكتشفها، نعرفها فين كاينة، واش داك الشيء بالصح ولا ماشي بالصح، واش يعني مجرد صور يعني مزيفة أو لا داك الشيء حقيقة. الوجهة هي دوار أجنان اللي كيتبع لجماعات عليين، طبيعة الحال في المنطقة ديال الشمال، واللي بالضبط تابعة للمضيق. هاد البلاصة معروفة بواحد الشلال صغيور، وبالتالي يعني المكان المحيط ولا المطل يعني اللي كيطل على واحد البليصة زوينة بزاف. نخليكم مع الاكتشاف ونشدو الطريق إن شاء الله تعالى في الاتجاه ديال دوار أجنان. دوار أجنان هو هذا كيفما كتلاحظوا. دابا انا في الجهه ديال تغرمت، يعني كان عاطف الظهر لتغرمت، وكنشوف في هذا الدوار يعني اللي من بعد منه فين كيبان الظلام، هذاك هو عليين وجر من تما حتى للفنيدق. قلت بانه دوار أجنان،
انا واقف في هذه البلاصه هذه، غنحاول ما يمكن انني نوضح اكثر من خلال هذا الشريط ومن خلال هذا التصوير. المكان هو هذا باش تعرفوا مكان تواجد ديال الشلال كيف ما قلت. الحمد لله يعني وصلنا له، وصلت له لانني بوحدي دابا حاليا. الشلال كما تلاحظون هو هذا، هذا الشلال. وهذا اللي شفت كيف ما قلت في البداية في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في الفيسبوك، بعض الأشخاص يعني اللي زاروه، وداك الشيء باش رصائت أنني جيت أنا نقلب عليه من خلال دوك الصور، يعني نقلب على الإحداثيات ديالو حتى نجبره. فعلا هذا ما تأتى بعد مرور واحد نصف ساعة تقريبا من دوار عليين، ولكن بالسيارة راه ماشي على رجلي، بالسيارة غير هو كان شي غير شوية مع التقاط هيدا الصور مع يعني التمتع بجمالية المكان. باش نقول لكم يعني اللي مشيتو اصلا الطريق ما كتطلبش انك ولا ما كتسمحش بانك تمشي بواحد السرعة معينة، يعني برومي هذا هو على اقصى تقدير، ما عندكش باش دير باش تمشي بشي سرعة اللي هي زايدة بزاف، وبالتالي كنمشيو غير بشوية علينا. الحمد لله هذا ما تأتى كيف ما قلت بالوصول ديالنا الى هذه المنطقه والى هذا الشلال. دابا غادي نحاولوا ما امكن اننا نقتربوا منه شيئا فشيئا ونشوفوا، لان كاين واحد الضياع على جنبه ربما كيستعملوها الساقي ربما ما عرفتش علاش، هذا ما اتضح في الصور، ولكن غادي نستمروا يعني في السيره ديالنا منه باش نشوفوا البلاصة بالضبط كيفاش عاملة. دابا إلا لاحظتوا أنه كاين شي بعض الأغنام كترعى بالجوار ديالو، ما عليناش، حنا اللي كيهمنا هو أننا نشوفوا المنظر ككل ونعرفوا يعني الخبايا ديال هذا المكان الطبيعي. قلت بأنه هاد لابيست اللي كما كتشوفوا هنايا جاية من تما، من هنا كان واحد القدرون جايزة في الجن ربما من مور داك الجبل هذا، ولي كيبان لها هو صغير يعني ربما من بعد منه كاينة طريق اللي هي ديال القدرون، واصلا كاينة مع نعرفو غير ملي كتخرج هاد القدرون هاد لابيست عفوا. من بعد قلت بانه هاد لابيست هي هادي، الطوموبيل وصل حتى لهنايا، الطريق هاي هاد الطريق هي اللي جاية من دوار اكنان اللي هو كما كنشوفوا المسجد كيتضح جليا من هنايا، يعني الله خرج دابا من الدوار ديال هنا ما كيتعداش واحد كيلومتر تقريبا الى كيلومتر ونص على ابعد تقدير. لا بيست جايه حتى لهنا، للاشاره كاين واحد المقطع يعني شي شويه صعب الى حد ما، يعني الطوموبيل ولا الروايد ديال الطوموبيل كيدورو في الخوا، يعني بيستا شي شويه ديك مدقوقه بزاف ومطحونه ديك لدرجه ان الروايد كيدورو في الخوا، ولكن هذا ما كيعنيش بانه الانسان ما يقدرش يوصل لهنايا، بالعكس يعني العزيمه والاراده، يدير الاحتياطات ديالو، يدير اللازم، يدير داكشي اللي خصو يدار، والحمد لله غادي يوصل بسلام وان شاء الله تعالى غادي يعجبو المكان. دابا ما بقى لنا الا نقتربوا ان شاء الله تعالى من الشلال اللي هو دابا في الاصل او في الظهر ديالي، نكمل واحد التصوير يعني هكا بالخف حتى نوصل للشلال باش نعطيكم المعطيات اللي كامله. انتما 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 انا كنكمل دور 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 حتى نوصل لعندو اللي قلت هو هذا هو فين. دابا ما بقى لنا الا نقتربوا منه وبقاو معنا ما تمشيو فيه. دابا كيف ما قلت غادي نحاولوا نقتربوا من داك الشلال، ديجا بعدا ديك الماء هو تبارك الله هنايا موجود كعوربون على ان الماء موجود الفوق، الحمد لله الماء كثير. غادي نحاولوا ما امكن يعني نتمشاو شي شويه في الاتجاه ديال الشلال، ولما لا نوصلوا كاع من بعد ديالو، ربما تكون تما شي عين هي اللي كتعطينا الماء ديال الشلال. شفنا القضيه بانها طويله ولا الطريق بعيده شي شويه، ما عليناش، الاساسي هو اننا نوريكم الشلال فين كاين، بالرغم من انني ما جيتش اليوم سبورتيف بمعنى ما لابسش البدله ديالي ديال الخراجات، ولكن هذا ما كيعنيش باننا ما نديروش محاوله،
محاولة ولا بد. تبعوا يا إما هاد الساقية ولا هاد الوادي الصغير أو لا نديرو فول دوازو نقطعو له ديريكس ما نتبعو لا هذا ولا هذاك. عفوا عفوا عن أعتذر عن هاد الصورة اللي خربقناها. يا ربي يا مولانا راه ساهل ماشي غير أنا حيت كنت طالع بواحد الطريقة شكل زيادة على ذلك أنني داير صندلة يعني غير الصندلة ديال مازال شي حاجة مزيرة على رجلي داكشي باش ومزيان الواحد يعيط على ربي يا ربي. فهو ديجا هنا طحنا دابا في الطريق ديال الرجل. يعني الناس كيتوافدوا على هذا المكان بما انه دليل على واحد الطريقه ديال 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 الماء وهو انه انا نحاول ما امكن نقلب لا فيديو الصوره ديال لا فيديو باش نحفروا واحد الفوسي حتى حفروه واحد الفوس يعني واحد الحفره واحد الترونشي وغطاوه بالحجر. يعني الماء هو كان عنده الباساج ديالو عنده الطريق ديالو اللي كيدوز وسط داك الحجر وفي نفس الوقت يعني ما قاطعينش الطريق على عباد الله. هذاك الفوسي ولا داك الساقيه اللي مردومه كيف ما قلت هي هذه كيبان لك غير الحجر انما خرير المياه كيتسمع عن بعد الى ربما يكون الصوت اكثر وضوحا. نحاول نقرب هذا الصوت كينبعت من هذه الحجاره بمعنى ان الماء دايز وسط هذه الحجاره ومشى هكا في اتجاه يعني المنبع ربما في اتجاه المنبع. انا هذا الشيء ما ساكتشفه يعني في القريب ان شاء الله العاجل واستمرنا في المشي ديالي ثاني نوصلوا لذاك الشلال ومولاها ربي ومن بعد مدبرها حكيم. الطريق ديال الرجل كيف ما قلت من السياره حتى لهنا هي الطراسيه باش تاخذوا عاوتاني فكره اكثر. قلت دائما دوار ديال اكنان هو هذا ها دوار اكنان. المسجد كيبان واضح لابيست اللي جايه منه من بعد ما قزنا على عليين يعني وصلنا له عليين دخلنا لها خرجنا لاكنان من بعد اكنان جينا مع هاد لابيست هادي فين كما كتشوفوا هي واضحه وباينه. خلينا السياره هنا كاين الطريق ديال الرجل كيف ما قلت كتبدا من السياره وهي جايه في الاتجاه ديالي انا جايه في الاتجاه ديالي هي فيها مطراسيه في الارض اللي هي هادي وحنا غادي نتبعوها الى حين الوصول الى الشلال. هذا غير باش نوضحوا للاخوان اللي بغا يلتحق بهذا المكان وبغا يجي يبدل الجو شويه ويكتشف يعني الطبيعه ديال هذا اكنان دوار اكنان ما فيها باس. نحاولوا ما امكن نقدموا الشروحات الكافيه باش الانسان ما عنده فين يتلف يجي مقصد. هو في الاصل كان في الطريق اللي كنطرحو هي الا ان عمليه انجراف التربه يعني حالات دون باش تبقى هاد 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 الطريق صالحه وخاصه على مستوى هذا المقطع يعني هنايا العوامل ديال انجراف التربه والشتا تبارك الله اللي طاحت مؤخرا الا لاحظتوا هنايا ها هو هاد الشيء كله صخ كله هبط وبالتالي قطع الطريق. اذا الحل اللي كيبقى هو انه الانسان يعتمد على هاد الطريق اليمين الى هنا الى هاد النقطه هاي فين ديك الساعه يعني يكفي انه يلتفت يسارا يدور غير على اليسار يعني هكذا يشوف بعينيه ويبان له الشلال فوق منه بين هاد القمه هي فين وبين القمه الثانيه اللي هي هادي. هادو غنعطيهم غير كاشارات باش الانسان ما عنده فين يتلف وحنا غادي نستمروا في المشي ديالنا. قلت بانه دابا نمشيو مع هاد الطريق هي مغطيه مقاده لا خوف علينا ولا نحن نحزن الى حين الوصول الى الشلاله. هاو كيبان دابا اكثر وضوحا مع اقتراب ديالنا منه داك ها انتم ها هو فين
يا شلال ها شلال ها شلال ها شلال ها شلال ها شلال هانتم القنطرة ولا القادوس اللي كيجيب داك الماء اللي هابط من شلال كما كتلاحظوا هو هذا وقت امامنا قلت انه كانت من قبل الطريق هنايا يعني صالحة ربما حتى للسيارات الا ان عوامل انجراف التربة هي اللي ها طريق واحدة اخرى عاود كذلك ومثال باقي دوك المواطر الاعلى ما اظنني اللي الموطور فيه صح يطلع سواء اللي عنده جوج روايض ولا اللي عنده ربعة ولكن ما عندنا مشكل حنا السيارة ما خليناهاش بعيدة قرب منا وما عليناش غادي نستمروا في السير الى الامام دائما في اتجاه شلال اقنان شلال دوار اقنان هل ما تبارك الله دينا كان قربوا دابا منه ملاحظ هنا وهو انه هذا الماء كيجي من جوج ديال الاماكن كاين هذا الساقية هاي فين الساقية وكاينه ساقية اخرى اللي كتجي من هنا على اي هنا غادي نتبعوا هذا الطريق دياله نقطعوا هاد السواقي بجوج اللي كيف ما قلت هما هادو باش نمشيو مع الطريق اللي هي شي شويه سهله الى حد ما بالمقارنه مع باقي ها شلال دابا وصلنا له المكان مكان جميل صراحه بالنظر الى الموقع ديالو بالنظر الى البلايص اللي دايره به والمنظر اللي داير به ككل يعني بليصه زوينه الصراحه يعني ولو انه الصور اللي شفتنا يعني كانوا غالب عليهم شويه ديال الفلتر ولكن عموما البلاصه تستحق الزياره تستحق الزياره قلت بانه شلال كيخوي في واحد الضايا شبه سهريج شبه بيسين هاك البيسين هو يا سلام يا سلام ندير واحد نحاول نشد واحد الصورة يعني شاملة للمكان بما فيها بشلالها و ضايتها يا سلام يا سلام يا سلام المكان هو هذا المكان هو هذا ديجا شي واحد جا هنا حاول انه يدير هنا شي براكه لا ادري لماذا واش من اجل يعني هذا تشجيعا للسياحه يعني يقدر يبيع فيها شي حاجه يقدر مثلا يكون المبيت هنايا لا اعلم لا ادري ولكن عموما كيفما بغى يكون الحال البلاصه زوينه هذه هي الصوره دابا النهائيه المنظر الشامل للمنطقه غادي ندير واحد الكره شامله على المكان نشوف ما في هنايا تقدروا تتمتعوا بها هي هذه قلت بانه الطرقان كانوا هنا الطرقان اللي كيديو لبعض المقالع ديال الرمال مشات هاد الطريقة ديال فين هي اللي مشات في اتجاه ديال ربما ديال الطريق اللي جاية من تغرمت في اتجاه طونجيميل يعني الجهة ديال القصر الصغير ما عليناش نكملو حنايا الصورة ديالنا صورة عامة على المكان صورة كاملة 360 درجة باش نرجعو للشلال و 360 درجة تكتمل هي هذه بالنسبة للعوينة ديال داك الشلال اللي كتعطي الشلال هي ماشي عوينة وحدة كاينين بزاف ديال العوينات متفرقين ولكن ما بعاديش بعضياتهم أمطارقة قليلة ما بين العين والعين وكيخرجوا غير بعيدين عن الشلال يعني واحد كيف ما قلت عاود أمطار قليلة
باش كيمشيو لذاك الشلال هذاك. ومن بعد ديك الضايا الصغيره اللي هي ماشي قلتها ضايا مخدومه مزيان نظرا للوقت ديالها وصالحه للعمان بامتياز. فيها واحد العمان يا سلام، لولا انه الجو شي شويه بارد يعني ما يستطعش الانسان، ولولا انني بوحدي عاوتاني، لانني بوحدي هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني علاش؟ لانني ما كنعرفش نعوم، حيت لو كان معايا لونيس او يكون معايا شي واحد اللي غادي يرد الاخبار ولا اللي غادي لا قدر الله وقع شي حاجه بعدا كل من غير راه وفين راه ميت نسال الله السلامه وخا الموت ما منها رب. قلت بانه واعره للعومه زوينه بزاف، ولكن الجو ما كيسمحش. هذه احدى العيون اللي كتعطي ولا المزوده لذاك الشلال، علما بانه كاينه واحد كاينين ثلاثه تقريبا ولا اربعه ديال العيون غير بعيدين يعني على بعضياتهم، كتفرق بيناتهم بضع امتار قليله. الماء ديالها كيعرف من هنايا في حدود هذيك الشجره، عارفين في كان هذه الشجره كاينه العين تقريبا الثانيه يعني تحت منا. عاود كان نتحرك واحد شويه كذلك ومثال كنلقاو عاود عين ثالثه هنايا، وهما كاين من بعد ديالهم من القمه ديال داك الجبل المطل على شلال اللي هو هذا. نحاول ما امكن انني نبعد باش تبان الصوره واضحه. دابا من بعد ما بعدت على العين كيف ما قلت لكم باش تبان الصوره واضحه، القمه هي هذه ديال داك التله اللي فوق شلال. العين الاولى كيف ما قلت في البدايه هي هذه كتنبع من هنايا يعني كتخرج من هنايا. العين الثانيه غير بعيدين عنها كاينه تحت هذه الشجره عايفين، وتحديدا كتخرج من تحت هذه الحجره يعني الشجره كاينه الشجره والحجره. عين ثالثه اخرى كاين ديالها هنا في هذه الحجره هذه عايفين، وكيتجمعوا كيشكلوا واحد الساقيه صغيره اللي كتهبط من هنايا فين هابطه ما كتبانش، كتهبط بحدا هاد النعيجات هاد الغنيمات، وحتى كطلع للشلال اللي كتبان الضايا اللي تحت منو هي هادي. هاديك الضايا اللي قلنا اللي هي العومه فيها يا سلام، ولو انني ما جربتهاش الا انها كتشهي. ولا المنظر الشامل والكامل هو هذا. دابا انا فوق الشلال تقريبا، فوق الشلال كاين دوار ديال اكنان اللي هو هذا. من بعد ما جينا على عيدين وكا جايه البيستا، جايه البيستا حتى لهنا فين خلطت السياره ها هي فاين. وهذا الطريق اللي فات بالصحراء مشات كما كنلاحظوا مشات الى الطريق اللي جايه من تغرت. الطريق اللي جايه من تغرت اللي كنقول من تغرت يعني جايه على خميس نجرة، تطوار خميس نجرة تغرت. انا غادي نحاول انني نرجع على تغرت باش نعرف انا هو انا هي الطريق اللي زوينه. المكان دائما قلت هو هذا، نحاول ما امكن انني نطل على شلال باش يبان لي واحد المقطع منه باش ناخذ فكره عامه على المكان. هذا الديكور هذا هو ديال هاد النعيجات مع هاد الارض المخضره تبارك الله، مع هاد الجبال هكا هاد الصخور هاد الجبال الصخريه اللي مشكله بالخصوص بالحجر يعني كيعطي واحد الجماليه بحال البوسترات تبارك الله. يعني هذه تلتقط هذه الصوره وتعلقها يعني مكبره في سميتو يعني لا احد يقول بانه هذه الصوره ملتقطه هنايا في المغرب. انا ما كنعتمدش على لا ما كاين فلتر والو، الحقيقه يعني ما عندي ما نغير فيها، ما عندي ما الصوره هي هذه، الصوره هي هذه. مكان جميل جدا بدون فلتر، ما نحتاجوش نديرو له فلتر، الصورية مجهدة تبارك الله. باش حنا غادي نزيدو للزوم في الفيديو على أيا، هذا هو المكان شلال أكنان. هذه الساقية من بعد ما تجمعات يعني الصبيب ديال ثلاثة ديال العيون تقريبا تجمعوا وعطاونا هذه الساقية اللي هي اللي كتعطينا الشلال، هي المزودة الرئيسية ديال الشلال. يعني ما كاينش شي حاجة واحدة أخرى من غير هذه، كتهبط من هنايا كيف ما قلت في البداية ولا كيف ما قلت في يعني في التوضيح ديالي، أنه كاينين ثلاثة ديال العوينات. كاينة عين هنا على مستوى هاد المكان هذا في الوسط، وكاين
دائما هنايا كذلك في وسط الشاشه عاود عين واحده اخرى، وكاين عين ثالثه اللي هنا بين الحجرات، وبالتالي كيتجمعوا ويجيونا هكا يشكلوا لنا هذه الساقيه هذه فاين باش يمشيو يعطيونا شلال دوار اجنان. المنظر من الاعلى هو هذا، يعني الشلال كيهبط من هذا العلو هذا وفين. نبداو من العين كيف ما قلنا، العين كاين هنا كتواجد تحت هذه الصخور هنا ثلاثه ديال العوينات كيتجمعوا كيعطيونا ساقيه كتجي من هذا الخندق هذا وفين. يعني ذاك الماء كيتلاح من هذا العلو مشكلا بذلك شلال ديال دوار اجنان، كيهبط الماء من هنايا كنا كنلاحظوا يعني المصب ديال ذاك الماء المصب ديال الشلال وكيمشي مشى باش يشكل لنا هذه البحيره الصغيره، يعني ما كبيرهش بزاف صغيرة، لأن هي الشكل ديالها والطريقة باش تصوبات بحال ساريج، يعني الجوانب ديالها كلهم عندهم نفس العلو ونفس الغرق، يعني عندها لا في الوسط ولا في الجوانب ديالها، وبالتالي العومة غادي تكون فيها يا سلام لولا 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 الجو اللي ما مناسبش، الجو ما مناسبش من جهة، وكوني أنني بوحدي من جهة أخرى، لا للمجازفة لا للمغامرة ماشي غير هادشي. الانسان اللي يكون بوحدو يحاول ما امكن انه ما يدير شي حاجه اللي غادي يندم عليها، وبالتالي نكتفي ونضرب العوينات ديالنا نخضروا عويناتنا كما يقال. الساقيه المغذيه للشلال هي هذه، هذا هو المكان اللي كيتلاح منه الماء مشكلا بذلك الشلال ديال أجنان، وبالتالي كيمشي للضايا هناك. الشلال هو هذا والضايا هي هذه ودوار أجنان هو هذا، والطريق المؤدية لتغرمت هي هذه. الالياس ديال الحفر يعني اللي كيخدمونا في هاد المقالع ديال الرمال، حيت هاد البلاصه عامله بالمقالع ديال الرمال، وهادي هي الطريق اللي غادي نرجعو منها باش نعرف انا هي الاسهل وانا هي اللي الانسان ممكن يعتمدها. علما بان الطريق اللي جينا منها دابا اللي هي هادي جات على دوار اكنان على عليين، وملي كنقربو نوصلو للدوار ديال اكنان كاين واحد المقطع طرقي اللي هو شي شويه صعيب باش نطلعو الطوموبيل، يعني واحد الفيراج جا شويه مهم الطريق شويه مع التراب نيل بزاف يعني مطحون، وبالتالي الروايد ديال الطوموبيل كيدورو في الخوا ما عليناش، يعني وصلنا الحمد لله بسلام عرفنا المكان اللي هو هذا. دابا انا في القمه ديال الشلال غادي نهبط لتحت باش ناخذ لكم واحد الصوره ديالو ولا واحد الشريط كذلك اللي هو كيوضح العلو ديالو الصبيب ديالو، ومن ثم غادي نستمروا ان شاء الله تعالى في اتجاه تغرمت. دائما ومن زوايا مختلفه كنحاولوا نوثق لكم المكان بما يتضمنه من مناظر ومن معطيات، باش الانسان يكفي انه يشوف الفيديو يكفي انه يشوف هذا الشريط ويعرف المكان بالضبط فين كيتواجد. هنا من بعد ما هبط شي شويه على فين كيصب الشلال، احاول ان اوضح دائما يعني المعالم ديال المكان، يظهر جليا دابا بشكل واضح السويقية ديالو هي هذه.
كما تشاهدون هي الساقية ديالو اللي كتغدي لي هذيك الضايا الصغيرة واللي هي هذي، وبالتالي عنده واحد الإطلالة على هذا المكان، يعني جلسة ولا أروع، جلسة هنايا ما دايراش، أما إذا كانت البتة خلاص. وهذا ما سأصب إليه، وهو أنني غادي نبات إن شاء الله تعالى هنا. اوبجيكتيف زدناه لي زوبجيكتيف ان شاء الله ديال هاد العام الى طول الله العمر، هو المبيت في هاد المكان. الصورة الكاملة للمكان هي هذه، كتشمل كل من الشلال والضايا اللي كيخوي فيها، اللي هي هذه الضايا للإشارة صالحة للسباحة لأنها غارقة. بالنسبة للمكان ككل هو هذا، هاد الشلال كيطلع على هاد البلاصة هادي فين، الغير بعيدة عن دوار أجنان، والغير بعيدة كذلك عن دوار تغرمت، ثلاثاء تغرمت. انا غادي نحاول انني ندير واحد الدوره كامله، يعني 360 درجه اللي هي هذه، هنا كتكتمل 360 درجه. الضايا هي هذه انها صافيه بما يكفي ان الانسان يعوم مرتاح، يعني الغرق ديالها واضح وباين، يكون الغرق ديالها واحد قرابة متر ونصف، داكشي اللي كاين لتحت كله كيبان، بمعنى انه الانسان ما عنده مناش يخاف. منقية مزيان، مخدومة مزيان، لولا احوال الجويه اللي ما كتناسبش، كاين شي شويه ديال البرد، لا كنت في وسطها ولكن للاسف، الحمد لله، الحمد لله ماشي للاسف، الحمد لله رب العالمين، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى انه الجو ملطف، والجو تبارك الله مرطب كذلك، لا شمس ولا برد، يعني الجو معتدل، غير هو لا يسمح بالسباحه. دابا بدينا كنبتعدوا على المكان شيئا فشيئا، وبالتالي كيف ما كنبتعدوا كيف ما كيتزاد لنا الماء، لان كيتلاقى مع ماء واحد اخر عاود اللي جاي من مور الشلال، وفي نفس الوقت كيكثروا حتى يعني مع المنحدرات كثيره، يعني كيكثروا الشلالات ولو انها صغيره، انما كتزيد من الجماليه ديال المكان. كيف ما قلت يعني دابا الماء جاي من هنايا، الماء جاي تبارك الله من هنايا، ومشى هكاك هبط.